السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. موضوعنا التعبير عن الإيثار والكرم. رتب الجمل التالية على وفق تسلسل الأرقام لتحصل على موضوع عنوانه الإيثار والكرم. عندنا هذا موضوع أو العنوان التعبير، هذا هو عنوان التعبير الإيثار والكرم. عندنا هذه النقاط أو الأرقام مو بالتسلسل الصحيح، راح نقراهم بالتسلسل الصحيح ونكتبهم بالدفتر بالتسلسل الصحيح، لكن بدون أرقام، بدون مرقم، نكتبها قطعة إنشائية. نقرأ التعبير. أولا: ذات يوم جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: إني مجهود من الجوع يا رسول الله. فقال لأصحابه: من يضيف هذه الليلة رحمه الله؟ هذه عندنا النقطة الأولى. جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجل جائع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: من يضيف هذا الرجل هذه الليلة؟ النقطة الثانية: قام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، وانطلق بالضيف إلى داره فقال لامرأته. هنا عندنا النقطة الثانية. النقطة الثالثة: هل عندك شيء من الطعام؟ قال أبو طلحة لامرأته أو لزوجته: هل عندك شيء من الطعام؟ قالت: قوت صبياني فقط، يعني فقط طعام أطفالي. قال زوجها: فعلليهم بشيء حتى يناموا، يعني لهيهم بشيء حتى يناموا، ثم إذا دخل الضيف وأهوى ليأكل فقومي إلى السراج وأطفئيه، يعني هنا إذا دخل الضيف ليأكل أطفي الضوء. هنا عندنا السراج معناتها الضوء. هذا النقطة الثالثة. النقطة الرابعة: وكان أبو طلحة يظن أن قصة الليل كانت سرا بينه وبين زوجته. النقطة الخامسة: وفوجئ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يردد قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. يعني هنا اللي يكرم الضيف حتى إذا كان فقير، اللي فضل الضيف على نفسه، هنا ومن يوق شح نفسه، يعني الفقير اللي يكرم ضيفه واللي فضل على نفسه، فأولئك هم المفلحون، وصفهم الله تعالى بالمفلحون. هذا التعبير هنا كتبه بالدفتر قطع إنشائية بدون أرقام، بس نمشي بالتسلسل اللي موجود بالكتاب، التسلسل الصحيح. هنا عندنا هذا العنوان الإيثار والكرم: ذات يوم جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: إني مجهود من الجوع يا رسول الله. فقال لأصحابه: من يضيف هذه الليلة رحمه الله؟ قام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، وانطلق بالضيف إلى داره فقال لامرأته: هل عندك شيء من الطعام؟ قالت: قوت الصبيان فقط. قال زوجها: فعلليهم بشيء حتى يناموا، ثم إذا دخل الضيف وأهوى ليأكل فقومي إلى السراج وأطفئيه. وكان أبو طلحة يظن أن قصة الليل كان سرا بينه وبين زوجته، وفوجئ بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يردد قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. هذا التعبير الكتابي ينحفظ وينكتب في الدفتر بهذا الشكل، قطعة إنشائية عنوانها الإيثار والكرم. والتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.